لقاءنا ان شاء الله النهارده مع الاستاذ محمد شعبان، رئيس اداره مركزيه لمكتب الشؤون، رئيس الهيئه ومشرف العام على الموقع. اهلا وسهلا بحضرتك. بالنسبه ان احنا ان شاء الله يوم 8 ابريل هيكون احتفاليه العامين على الموقع، فايه راي حضرتك في الموقع بتاع الهيئه؟ والله هي الموقع يعني سواء في بدايته او المراحل اللي وصل ليها فهو موقع يعني متميز من حيث الاهداف بتاعته والمواد والبرامج اللي بتنزل فيه والمقالات، وده بيتمثل في الاقبال اللي شاهدوا الموقع في الفتره الاخيره سواء من داخل مصر او من الدول العربيه. والاداء بتاع العاملين فيه متنوع الانشطه سبب حالة من التفاعل بين الموقع وبين المترددين عليه ويخشوا على الموقع في خلال أنشطة مختلفة. طيب كنا عايزين نعرف منحضرتك إيه هي الأهداف الأساسية للموقع؟ والله كهيئة الثروة السمكية واهتمامها بتنمية الثروة السمكية في مجالاتها المتعددة سواء استزراع سمكي او مصايد طبيعيه، فالهدف طبعا الاساسي اللي هو التنميه والتنميه المستدامه. يعني بالنسبه للاستزراع السمكي في المياه العذبه حقق طفرات داخل مصر، مش خافي على حد ان مصر دلوقتي تحتل المركز ال 11 على مستوى العالم في الاستزراع السمكي المياه العذبه. واهداف الهيئه اللي هي الدخول في الاستزراع البحري بانشطته المختلفه، والموقع دوره الاساسي هو يبرز الهدف او هدف او اهداف الهيئه والسبل لتحقيقها عن طريق القطاع الخاص، عن طريق المنظمات، عن طريق الهيئه. بيتم ابراز الاهداف بتاعت الهيئه من خلال الموقع ومن خلال يعني حضرتك شايف كده ان الموقع فعلا نجح ان هو يحقق اهدافه؟ بصي هقول لحضرتك حاجه، لو قلنا نجح ان يحقق اهدافه يبقى احنا نظرتنا محدوده، ان اهدافنا اهداف محدوده وان نحققها يبقى كده خلاص انتهت. لا ما هي طبعا هي في استراتيجيه للهيئه يعني، فدلوقتي في اهداف اتحققت في الموقع، حد حقق الاهداف دي في خلال السنتين اللي فاتوا ولسه طبعا هيكمل. بالظبط، يعني هو عايز اقول حاجه، اللي كان مخطط للموقع لا هو يعتبر حقق اهدافه بنسبه 90%. يعني انا مش هتكلم عن الاستراتيجيه بالتفصيل، ولكن الاستراتيجيه العامه للموقع في الفتره الجايه ان نقدر، طبعا انت عارفه ان الموقع من خلال نشاطه المتميز والعدد المترددين عليه اصبح شبكه، تعتبر الشبكه الاولى الشبكه الانترنتيه اللي تخص الثروه السمكيه. ف الشبكة دي بتلقي عبء علينا كهيئة أو كإدارة موقع، إن المفروض يبقى استراتيجيتنا هي الربط ما بين كافة المعاهد العلمية والمراكز البحثية والكليات، ونقدر نقول حتى الجمعيات الأهلية وكل ما يتعلق بالثروة السمكية، لابد إن يكون في بيننا وبينه ربط، وندعم الجهات دي كلها سواء عندها مواقع ندعمها في تطوير المواقع دي، ما عندهاش مواقع نفتح لها مواقع وندعمها في تطوير المواقع دي، بحيث ان اللي يخش على الشبكه بتاعتنا يقدر يتجول من خلالها في جميع انشطه الثروه السمكيه في مصر والوطن العربي. طب حضرتك شايف ان تحول الموقع من موقع لشبكه ده مش انجاز في خلال الفتره الصغيره دي في سنتين؟ بصي دايما الـ مش عايز اسميه طمع، ولكن هو طموح
الطموح دايما لما بيبقى متزايد وبتلاقي الادوات اللي بتساعدك على تحقيقه بيزيد السقف بتاع الطموح. فاحنا من خلال بدايتنا في الموقع وبعدد محدود من اللي شغالين معانا فيه وقدروا بسرعه اللي بيتطلب بيعملوه ويتضاعف وضعف زياده بيخلي سقف الطموح يزيد ويخلينا دايما بنطمع او بنطمح اكتر واكتر في الشبكه تكبر، مش تكبر بس كحجم، لا حتى المحتوى نفسه يكبر في اهدافه ويكبر في مقوماته. هل انا مش عارف لو قدرت اقول ان من طموحات الشبكه ان يبقى لها قناه فضائيه؟ مين عارف، مع الوقت ممكن يتحقق. يعني هو ده ممكن تكون مثلا الحاجات اللي حضرتك نفسك تبقى موجوده في الشبكه بتاعتنا بعد كده، او بتامل ان هي تبقى موجوده في الشبكه بتاعتنا بعد كده؟ طبعا طبعا اكيد. يعني احنا اتفقنا برضو مع اداره الموقع ان لازم يبقى لنا اتصال على الفيسبوك، على تويتر، على اي وسيله من اي من وسائل التكنولوجيا الحديثه اللي ممكن نتصل بها بالجمهور وتساعدنا في تحقيق اهدافنا. مش هنتوانى على ان الموقع يطرقها ويدعم بيها ادواته في سبيل الوصول لكافه المهتمين بالقطاع. طيب هو حضرتك شايف ان في تعاون بين الادارات بتاعت الهيئه كلها وادارات الموقع من حيث ان هم بيشاركوا معانا مثلا على الموقع بتاعنا اللي هم مواقع او كده، او ان هم بيشاركوا معانا باي مقاله، باي حوار، باي معلومه؟ حضرتك شايف ان في تعاون من النوع ده؟ التعاون موجود طبعا، ولكن هي طبعا كل واحد في شغله بيأديه حلو قوي. انك تنشري بين العاملين ثقافه الموقع واهدافه وازاي نحقق الربط بين المواقع دي كلها او الادارات وموقع الهيئه في صوره مواقع منفصله او مواقع مرتبطه بخطوط ربط بين الموقع وبينها، بحيث ان املنا او الخطه بتاعتنا في الموقع ان كل اداره من ادارات الهيئه يكون لها موقع متخصص. يعني ايه؟ كل شخصيته المستقله عن الموقع الثاني. اخش موقع من المواقع اللي هي وليكن المكتبه، احس ان كل ما يهمني مكتبات سواء محليه او عالميه ابحث واجيب اللي فيها او احسن ما فيها يخص الثروه او القطاع بالكامل، واعرضه اوضح ازاي للمشاهد انه يقدر يوصل للكتاب المنوه عنه عن طريق المكتبه. اعمل خطوط ربط بين المكتبه والمكتبات المختلفه، يعني اللي يخش على موقع المكتبه يحس انه في مكتبات ومكتبه ما بيخرجش عنها. اللي يخش على موقع زي موقع الاتفاقيات يحس انه داخل بيعرف ايه المنظمات العالميه، ايه المنظمات العربيه، ايه المنظمات المحليه، ايه علاقتها ببعض، ايه علاقه الهيئه بكل المنظمات دي، ايه قوانينها، ايه اللي بتقدمه لمصر، ايه اللي مصر بتقدمه لها، ايه الاستفاده اللي بتعود على الهيئه منها. يحس انه في عمليه اتفاقيات كلها، ويعني يحس انه في فرق بين موقع الاتفاقيات، موقع المكتبه، موقع تطوير الارشاد، موقع البحوث، موقع المؤلفات. يخش على الموقع، يعني الموقع اللي هي تبع الهيئه يعرف ان في فرق بين الموقع والتاني. يخش على موقع المفرخات يحس انه متخصص في المفرخات، يخش على موقع المزارع يحس انه بيتكلم عن المزارع، مزارع بقى بكل مستوياتها، بتقنياتها، باحدث ما وصل اليها، كل ما يرتبط بيها. يعني بمعنى اصح انا عايز المواقع اللي هي تبع الهيئه هنا في الديوان العام يكون كل موقع له او كل اداره لها الموقع المتميز بشخصيتها. ما يبقاش في الاخر ان كل واحد بيجيب المواقع المفضله اللي موجوده في الموقع الرئيسي بتاع الهيئه او في موقع تاني، تبص تلاقي المواقع كلها بقت مسخ من بعضيها، يبقى حاسس انه داخل الموقع ده زي الموقع ده زي الموقع ده، مكرر بيكرر نفسه. ده اللي احنا مش عايزينه، ده اللي هنحاول نعمل نقاء بيننا وبين مندوبي الادارات كلها، ونشرح او نتفق على استراتيجيه المواقع بحيث ان لما تنزل المواقع بتاعت الهيئه يكون كل موقع له شخصيته المستقله المميزه له والسمات اللي بيتميز بيها الموقع ده. ده برضو بعد ما نخلص من مواقع اللي هتتعمل هنا في الديوان العام الهيئه، هنبدا المواقع المرتقيه فروع الهيئه في مناطقها
في مزارعها اللي بره، في مفرخاتها، في مصانع الاعلاف، في كل ما يخص الهيئه في المحافظات المختلفه. برضه هننشئ لها مواقع، وبرضه عايزين يبقى في الاخر كل موقع له سماته المختلفه المميزه له عن المواقع المختلفه، وما تبقاش صوره منسوخه للمواقع كلها. طيب كنا عايزين حضرتك كلمه لاسره الموقع او الموقع في عيدها التاني. والله تمنياتي لأسرة الموقع وعلى رأسهم الأستاذة أماني، وطبعا المشرف المهندس أحمد سالم ما ننساهوش، وحضرتك دانيا وكريم ومنى ويعني أنا العدد ده صحيح عمل شغل جامد جدا في الطاقة الأولانية في بداية المشروع، لكن احنا عايزين بدل ما نعمل منهم استنساخ ونتعبهم، لا احنا عايزين نضم للموقع عناصر جديدة شابة برضو تقدر تعرف اهداف الموقع وتتشيل مع المجموعة اللي شايلة، لان الحمل بقى ده تقيل عليهم، وكل ما نكبر في المواقع المرتبطة بالشبكة هيزيد الحمل اكتر، فاحنا يهمنا لنجاح الشبكة اكتر واكتر نضم عناصر شابة جديدة تكتسب خبرة المجموعة اللي بدأت، ونتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. ان شاء الله.